كتير الألقاب اللي بتطلق على لاعبي كرة القدم ويشتهروا بيها، ويبدأ الجماهير في ترديدها حتى لو مش على علم بمعناها أو أصلها أساساً. دياجو جودين نجم أوروغواي أسس نجوميته في أتلتيكو مدريد، لكن هيفضل جودين من نوعية لاعبين عملوا شهرتهم الحقيقية مع منتخبات بلده، ولقب جودين هو الفرعون. طبعاً مصر ليها دور في ده. بداية جودين مع منتخب أوروغواي كانت سنة 2006 بعد إخفاق أوروغواي في بلوغ كأس العالم، ورغبتهم في تكوين فريق جديد بقيادة أوسكار تاباريز. أول مباراة دولية كانت أمام إنجلترا ودياً، وخسرتها أوروغواي. في مباراته الثانية سجل جودين أول أهدافه بقميص أوروغواي في شباك صربيا مونتينيجرو، لكن الهدف ما شفعش ليه في الابتعاد عن المنتخب عدة أشهر، لحد ما رجع تاني للظهور أمام مصر ودياً في استاد اسكندرية. وفي أرض الفراعنة فازت أوروغواي بهدفين، منهم هدف سجله جودين في شباك شريف إكرامي، واللي كان هو كمان بيخوض أول مباراة دولية في حياته. معلق المباراة الأوروغواياني انفجر في تعليقه على المباراة مع هدف جودين، وصرخ فرعون عشان يلتصق به اللقب طوال مسيرته. ده كان أساس تلقيب جودين بلقب فرعون، لكن يبدو أن الصدفة دايماً ما تقود جودين لمقابلة الفراعنة. مدرب جودين في أتلتيكو مدريد قبل دياجو سيميوني هو كيكي سانشيز فلوريس، وكيكي سانشيز بالصدفة ملقب هو كمان بالفارونسيتو أو الفرعون الصغير. أخذ اللقب بسبب أن عمته لولا فلوريس كانت ملقبة بالفرعونة بعد ما كانت بطلة لفيلم لا فارونا سنة 1956. ومع تثبيت جودين لأقدامه مع أوروغواي في 2010 بعد كأس عالم أسطوري حققوا فيه المركز الرابع، ألف فرناندو مونييز المغني الأوروغواياني أغنية لدياجو جودين باسم فرعوننا إلى الأبد. ومن اللحظة دي بقى جودين هو فرعون أوروغواي الأشهر.